أعزائي طلبة وطلبات مدرسة المنتزه الخاصة، النهاردة هنتكلم عن WH questions. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن نوعين من الأسئلة في اللغة الإنجليزية مفيش غيرهم، اتكلمنا عن yes or no questions، والنهاردة هنتكلم عن WH questions، وده في نطاق simple present أو the present simple tense، زمن المضارع البسيط. هم عبارة عن 8 question words، 8 كلمات هيظهروا قدامنا دلوقتي هنشوفهم بالتفصيل وهنتكلم عنهم. What بمعنى ماذا، ودي بتستخدم للثينجز للأشياء. وير أين بستخدمها للسؤال عن المكان. هو إن متى بستخدمها للسؤال عن الوقت بوجه عام أو توقيت حدوث شيء معين. هو مين، ودي بستخدمها مع people مع الناس للعاقل. which وبستخدمها للسؤال عن الأشياء وليها استخدامات أو usage تاني. why لماذا بستخدمها للسؤال عن السبب. whose ملك من بستخدمها للسؤال عن الملكية. how وهنشوف دلوقتي ممكن استخدمها في ايه، لان ليها استخدامات كتير. هتظهر قدامنا دلوقتي examples امثلة وهنتكلم فيها بالتفصيل عن كل ال 8 question words اللي شفناها. What is your name، ما هو اسمك. My name is Adam، انا اسمي ادم. What color is your car، ما هو لون سيارتك. It's blue، لونها ازرق. Where اين. Where do you live؟ أين تعيش؟ I live in Egypt، أنا أعيش في مصر. Where is the cat؟ أين القطة؟ It's under the table، إنها تحت المنضدة أو تحت الترابيزة. When is your birthday؟ متى يكون عيد ميلادك؟ It's in April، إنها في شهر أبريل. When does the train leave؟ It leaves at 3 o'clock. Who is he؟ من يكون هو؟ He is my brother. Who are they؟ من يكون هؤلاء؟ They are my friends، إنهم أصدقائي. هنكمل مع بعض أمثلة أخرى. Which one؟ أيهما؟ The blue one، اللون أزرق. Which drink do you want؟ ما هو المشروب الذي تريد؟ I want juice، أريد عصير. Why؟ Why do you like English؟ لماذا تحب اللغة الإنجليزية؟ Because English is fun. Why do you go to school؟ لماذا تذهب للمدرسة؟ Because I want to learn، لأنني أريد أن أتعلم. نكمل مع بعض بقية الأمثلة. Whose ملك من؟ Whose book is this؟ ملك من هذا الكتاب؟ هقول It's mine، إنه ملكي أنا. طيب مثال آخر. Whose jeans are these؟ ملك من هذا الجينز؟ وطبعا كلمة jeans جمع، فهقول they are Adam's، ملك آدم. How old are you؟ ما هو سنك؟ I am 10 years old، أنا سني 10 سنوات. How many brothers do you have؟ كم أخ لديك؟ أو كم عدد الإخوة لديك؟ I have two brothers، أنا ليا أخين.